تحذير لكل مواطن ومقيم في السعودية، غرامة 3 مليون ريال والسجن 5 سنوات إذا قمت بهذا الفعل مع انتشار فيروس كورونا. فلنشاهد التفاصيل. صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأن إنتاج أو نشر الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن التجهيزات الطبية وأدواتها والسلع والأغذية المنطوية على تزييف للواقع بمظاهر تسويقية كاذبة من شأنها أن توجد انطباعا مضللا وغير صحيح بعدم وفرة تلك الأدوات الطبية والسلع والأغذية وملاءمتها، يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف ويعاقب مرتكبها وكل من اشترك فيه عن طريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة بالسجن مدة تصل إلى 5 سنوات وغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال سعودي ومصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة ونشر الحكم على نفقة المحكوم عليه حال الإدانة طبقا للمادة 6 من نظام مكافحة جرائم المعلومات. وشدد المصدر على أن مركز الرصد النيابي يتابع كل ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي ورصد ما ينطوي عليه من سلوك آثم ومجرم يقع تحت طائلة العقوبة الجزائية المشددة. وأهاب المصدر بالجميع التحلي بروح المسؤولية والسمو بالبواعث والدوافع في الاستخدام الآمن لوسائل التقنية نائيا بالنفس عما يؤثمها ويحاسبها.